يعنى فيه لتبادل الخبرات ولتعليم من أحب هذا المجال، وهي جمعية الإمارات للتصوير الضوئي. نعم طبعا، يسعدنا في دبي هذا الصباح أن نستضيف السيد بدر العوضي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتصوير الضوئي ليحدثنا عن التصوير الضوئي وأيضا عن نشاطات هذه الجمعية. صباحك الله بالخير. صباح الخير. طبعا نحن نتكلم عن التصوير الضوئي، للي ما يعرفون شو هو التصوير سيد بدر، شو هو التصوير الضوئي؟ هو انعكاس الضوء في الكاميرا طبعا، كيف الشخص ممكن يعكس لقطة معينة في نظرته الخاصة ويبرزها بطريقة جمالية حلوة. نعم نعم، حدثنا شوي عن أنشطة جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، شو أبرز نشاطاتكم؟ شو المواضيع اللي تهتمون فيها بشكل خاص؟ نشاطات جمعية الحمد لله كثيرة، من معارض، من دورات، من ورش، من محاضرات، من رحلات. نعم. من يعني دورات خاصة في أشياء معينة يطلبوها الأعضاء. طبعا النشاطات في فترة الصيف راح تزيد إن شاء الله، خلال أسبوعين راح نعلن عن جدول الصيفي إن شاء الله، وراح يكون في كثير من الدورات نبداها من اساسيات التصوير لين الدورات المختصه بانواع معينه من التصوير مثل البورتريت واللاندسكيب والسلو شتر. جميل. اذا بدر، ما لازم الواحد او مو بضروري الواحد يكون على خلفيه يمكن بالتصوير قبل ما يدخل الجمعيه هاي، تعلمونا من الالف الى الياء. هنا هو بالاساس انا اقول الانسان اللي عنده شغف وعنده الرغبه راح يبدع في الشغل، ان اهم شيء انه يكون عنده الرغبه انه يتعلم في التصوير، فمع الوقت راح يتعلم، مع مثل ما قلت التوجيه الصحيح راح يشوف الطريق الصح ويوصل ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. زين، الاعمار اللي تستهدفونها يعني هذه دورات حق اي عمر؟ ونحن معظم الاحيان يعني نسوي دورات مثلا عندنا اساسيات للاطفال، اساسيات للكبار. طبعا اساسيات للاطفال تكون طريقه ان الطفل يحبها هي، ونعطيهم كاميرات خفيفه، يعني ما نعطيهم، ما نتعمق وايد في الاساسيات اللي هي خاصه بالطفل، اما الاساسيات الخاصه بالكبار طبعا نتعمق اكثر بحيث انه نتكلم في تاريخ التصوير واشياء اكثر بحيث نخليهم يعني يتعلمون التصوير بشكل اكبر. نعم. ما ادري اذا مثلا هو للاطفال والكبار، طيب للذكور والاناث ايضا صح؟ هنا. للبنات والاولاد. نعم. البنات اكثر مع الشباب يعني. ودائما سبحان الله يمكن بالتصوير تحس انه يمكن السيدات مقبلات اكثر على مثل هذا النوع من الفنون. هنا. حتى لو كانت فنون تشكيليه والى اخره. خلينا شوي نتحدث بدر عن اهميه وجود مثل هاي الانشطه، اهميه وجود مثل هاي الدورات خاصه في فصل الصيف، يمكن معظم الناس يمكن ما يسافرون يحبون يتمون في الدوله، فشو اهم اهميه وجود مثل هالنوع من الانشطه هنا؟ اشوف انه اول شيء اذا الشخص كان حابب يتعلم التصوير انه راح يسقل مهاراته في التصوير، راح يتعلم اشياء جديده، راح يتثقف في ناحية الضوئيه بحيث انه ممكن في الفتره الجايه ممكن يفتح بزنس الخاص، ممكن يفتح استوديو الخاص، ممكن ينتج اعمال خاصه، يسوي معرض الخاص، وهكذا. تفتح له ابواب كثيره يمكن في الحسبان. خاصه التصوير راح يصير مجال كبير، يعني اللي حاب يدخل فيه راح يتعمق بشكل وايد كبير، راح ينتج اعمال وايد حلوه ويكون له اسم خاص. جميل. خاصة يمكن التصوير أيضا في المجال الإعلامي هو أكيد. جدا مطلوب طبعا. صح. وفي إقبال، تحس أنت في شغف، في اهتمام صح؟ هالفترة نعم. أقول إن الكل مصورين، خاصة نصور بالموبايل كاميرا، يعني الموبايل فيها كاميرا، فكلنا مصورين. صح. لكن المصور اللي هو يبرز بطريقته الخاصة بحيث إنه ينتج أعمال جديدة ونظرته الخاصة. صح، وتكون لمسته الفنية أصلا. نحن كنا نشوف مع بعض صور. إحنا قاعدين طبعا نشوف بعض الصور على الشاشة، يعني خبرنا شوي بدر عن الأكثر الثيمز أو خلينا نقول المواضيع اللي يطرحونها المصورين اللي حضرتكم تحتضنونهم في جمعية الإمارات للتصوير. أكثر المواضيع اللي يتم تصويرها هي المواضيع التراثية، يعني الحمد لله في دولة الإمارات اللي نحن محافظين على التراث، فعنا يمكن تقدر تقول أرشيف كبير من الصور التراثية، وأكثر شيء يعني الناس يحبون يصورون الأشياء التراثية. نعم. وغير هذا عقب عندنا البورتريت، الناس يحبون يصورون البورتريت، وجوه الناس، تعابيرهم، ابتسامتهم، حزنهم، كيف يعبرون عن الحالة النفسية للشخص في صورة واحدة. بالفعل. عقب عندنا اللاندسكيب والماكرو وال يمكن نقول يمكن اللي هي الكرياتيف ارت، اللي هي التصوير بشكل خاص، يبرزون الصورة بطريقة جديدة. نعم. وكيف تشوف انت واقع التصوير في الامارات؟ لو كنا التصوير الضوئي تحديدا مزدهر، يعني يوم عن يوم، سنه عن سنه الاعداد تزيد، الاماكن اللي تعلم التصوير تكثر، يعني الحمد لله انا متفائل بكثره، يعني بشده، يعني
في مجال التصوير في الإمارات. نعم نعم. شو أبرز الهيئات اللي تحس دعمكم بهذا المجال؟ يمكن حتى يكون في دعم شخصي أو فردي من المجتمع، حدثنا شوي عن الدعم اللي تحصلون عليه. هو الدعم الأساسي اللي نحصله من صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي، يعني هو اللي أسس لنا المكان وعطانا الدفعة الأولى أن نحن نبدأ نشتغل في المكان. والدعم الثاني اللي نحصله من وزارة الشؤون الاجتماعية، بما نحن جمعية ذات نفع عام فهي تعطينا الدعم وتسهلنا وايد أمور، بحيث أنه نحن نكون دوم في الواجهة ونمثل التصوير في دولة الإمارات. نعم. وين موقع أصلاً جمعية الإمارات؟ جمعية الإمارات موقعها في منطقة التراث بالشارجة، مقرها هناك مع الجمعيات الثانية. نعم. طب أبرز المواضيع الأخرى، يعني التصوير هو أحد أهم الـ 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 أحد الفنون الإبداعية ضاعت الكلمة، أهم الفنون اللي تتناولونها. خبرنا بعد، يعني اليوم نحن شايفين جمعية الإمارات للتصوير الضوئي مهتمة بالتصوير، ولكن في المستقبل أو في السنوات القادمة إن شاء الله، شو مشاريعكم، شو طموحاتكم، وين تسعون إنكم ترتقون، إلى أي مستوى بالضبط؟ أكيد الكل يسعى للعالمية، الكل يسعى يكون رقم واحد، فنحن ياسين نمشي شوي شوي عشان نحقق الهدف، خاصة في التصوير. ان نحن يمكن في مجتمع الامارات بدينا فيه شويه من فتره بسيطه، يمكن من قيام الاتحاد بدا التصوير ينتشر شويه بشكل اكبر ما بين الناس، خاصه عصر الديجيتال اعطى دفعه وايد كبيره للمصورين في الامارات ان يصورون. فان شاء الله يعني خلال يمكن 15 سنه خلينا نقول راح نكون يمكن مؤسسه دوليه، ما تدرون ان نخرج مصورين من الامارات، نكون اكاديميه، نكون جامعه مختصه بالتصوير ونعلم التصوير في الامارات. بدر، هل انت مصور؟ نعم. شو أكثر شيء تحب تصوره أنت كمان؟ بالنسبة لي أنا أحب أصور انعكاس تصرفات الإنسان، إن كيف ممكن أخذ الابتسامة بطريقة حلوة، أخذ الحزن بطريقة حلوة. أنا يعني أشوف عمري في البورتريت أو في وجه الإنسان بشكل أكبر، أحب أخذ الإنسان كموضوع لي. نعم. ردود فعله، نعم، يمكن انطباعاته. ساعات مثلا اشتغل بس على اطلع اقول اليوم راح اصور ابتسامه الناس، فما اركز الا على المبتسم. ساعات لا اقول راح اركز على الحزن اللي موجود، اصور ياها اللي يصيح. نعم. ياها اللي زعلان. فهني ممكن ان الواحد يتطور من طريقة عرضه للأعمال. نعم. إلى أي حد تشوف التقدم التقني الحين، يعني أنواع الكاميرات ساهمت في تطوير مهنة المصور أيضا والتصوير الضوئي وبكل أنواعه بشكل كبير، يعني خاصة دخلنا عصر الديجيتال أن إخراج أو أن الصورة قامت يتم يعني إخراجها بطريقة وايد سهلة وايد بسيطة، أن حي الله نطلع الميموري كارد ندخل في الكمبيوتر عندنا صورة. أما في التصوير الفيلمي نصور نحمض نعلق الصورة نكبر ونصغر، فهاي يمكن كان ما يخلي أي شخص يصور. أما تصوير ديجيتال فسهل وايد مهمة، يعني مهمات كثيرة على المصور بحيث أن يخرج العملية يطبعها بطريقة سهلة. فأنا أشوف يعني من دخلنا عصر الديجيتال التصوير يعني تطوره ما يوقف، كل يوم عن يوم تطلع لنا أشياء جديدة. يعني قبل كنا نصور الصورة يعني صورة واحدة في ثانية، الحين نصور 10 صور في ثانية واحدة، فالفرق كله طلع خلال فترة بسيطة. نعم. كيف تشوف فهم شبابنا أو جيلنا الحالي، كيف تشوف يعني كيف تشوفهم ملمين بالتقنيات الحديثة اللي قاعدة تتطور ونشوفهم؟ هل تحس إنهم على مستوى الوعي الكافي باستخدام هالتقنيات بشكل؟ نعم، بشكل كبير. يعني دوم يعني إذا يجلس مصورين ويا مصورين يتكلمون دوم عن آخر تقنية نزلت، يتريون التقنية الجاية، فيقولون مثلا لو يسوون شي الشركة أو ممكن يضيفون هالأشياء في الصورة. فتحسون أن مجتمع الإمارات من ناحية التصويرية مثقف بشكل كبير، عنده الثقافة التصويرية، ممكن في الأيام الجاية ينتج يعني أو أن يكون مجتمع وايد قوي من ناحية التصويرية خاصة المصورين. نعم. هذه الجمعية بدر، هل تعاونتوا مع مثلا مدارس؟ نتعاون مع مدارس، مع مؤسسات ذات نفع عام، مع يعني شو يسمونه يا وزارة الداخلية. نعم. تعاوننا وصورنا لهم مثلا مشروع عن المخدرات، صورنا حلقة حق تلفزيون الشارجة. تعاون بشكل كبير نحن مع جميع المؤسسات اللي تطلب التعاون منا. بجلهم كل التحية طبعا والشكر، واتمنى لكم انتم بعد كل التوفيق. طبعا كنت ويانا اليوم بدر العواضي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتصوير الضوئي. شكرا جزيلا لك. شكرا لك، يعطيك العافية. إلى الفن والإبداع، حيث أنها متألقة دوما بكل ما تقدم. فعلى مدى 3 سنوات وقناة دبي الفضائية عرضت على شاشتها إحدى أضخم البرامج العربية،
نجم الخليج البرنامج الغنائي الذي لم يقتصر فقط على صناعة المواهب العربية الشابة بل ساعد في توسع وانتشار الأغنية الخليجية. فعلا مريم، وجاءت فرصة انتشار الأغنية الخليجية عبر البرنامج من خلال إتاحة الفرصة أمام كافة الشباب الموهوبين خليجيين وعرب للمشاركة ضمن أجواء تنافسية جميلة. وفي الدورة السابقة من برنامج نجم الخليج كانت أمثلة المشاركات